يحذر صلوات الله وسلامه عليه من فتنة النساء، ويبين أنها فتنة عظيمة جدا. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأول ما تبدأ الفتن هي تبدأ بالنساء، والرجل فيه ميل للمرأة، والمرأة فيها ميل للرجل، وإذا خرج كل منهما عن حد الشريعة وضابط الدين فسد، وفسدت المجتمعات تبعا لذلك. فيجب على الإنسان أن يحذر من فتنة النساء أشد الحذر. وزماننا هذا زمان زادت فيه هذه الفتنة، وكثرت وسائل تهييجها من خلال القنوات، ومن خلال المواقع في الانترنت، ومن خلال المجلات، ومن خلال منافذ كثيرة جدا. بل أصبح كل صاحب باطل إذا أراد أن يروج لباطله يشتري ذمة وشرف ومكانة امرأة حسناء جميلة، فيضع صورها على سلعه وعلى حاجاته وعلى الأمور التي يروجها لما قام في القلوب من افتتان، في كثير من القلوب من افتتان بالنساء، وما تجره إلى أنواع من الحرام وسخط الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يعلم يقينا أن النساء فتنة، وفتنتهن عظيمة. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من فتنة النساء، وحذر من هذه الفتنة أشد التحذير. فاللبيب العاقل يحذر أشد الحذر من هذه الفتنة، ومن فتنة الدنيا، ومن كل فتنة أعاذنا الله أجمعين، من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن.